يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إن الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأحواز المنسية. رغم القمع والاضطهاد اللذين تقوم بهما الاحتلال الفارسي ضد الشعب البلوشي، لكنه لم يرضخ ويبدو أنه لن يرضخ. عمليات المقاومة البلوشية ومن بينها عمليات جيش العدل البلوشي ساهمت في كشف هشاشة سيطرة الاحتلال الفارسي على المناطق والأقاليم غير الفارسية، كما أنها ساهمت أيضا في فضح السياسات العدوانية التي تنتهجها الدولة الفارسية ضد الشعوب غير الفارسية. مشاهدي الكرام، لنا وقفات في هذا المساء مع حادثة اغتيال القائد فضيلة الشيخ عبد الرؤوف ريكي، قائد جيش النصر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ولكن بعد الأخبار فإلى العناوين. إن الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. المقاومة البلوشية تستهدف دورية فارسية في سرباز. الاستخبارات الفارسية تغتال قائدا بلوشيا. السلطات الفارسية تقطع التيار الكهربائي عن مدارس السوس في الأحواز. وتعليم الاحتلال يؤكد نقصا حادا في الكادر التعليمي في الأحواز. القوات الفارسية تشن حملة مداهمات واعتقالات في الأحواز. والمؤسسة الثقافية الأحوازية تعلن للراغبين استعدادها لتبني أعماله. من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. استهدفت المقاومة البلوشية الأحد الماضي دورية عسكرية مسلحة تابعة لقوات الاحتلال الفارسي في مدينة سرباز البلوشية، مما أدى إلى مقتل 3 من عناصر الاحتلال الفارسي وإصابة 2 آخرين. وجاء في بيان للمقاومة البلوشية نشر على موقع عدالة نيوز إن كتائب الشهيد عبد الملك ملا زادة تمكنت من خلال عبوة ناسفة أن تستهدف دورية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الفارسي بالقرب من قرية جنكل في مدينة سرباز البلوشية، مما أدى إلى مقتل 3 عناصر من جنود الاحتلال وجرح 2 آخرين. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. استشهد القائد البلوشي عبد الرؤوف ريغي على يد جهاز مخابرات الاحتلال الفارسي والعملاء المرتبطين به يوم الخميس الماضي حسب بيان منظمة جيش العدل البلوشية.
وتناقلت العديد من وسائل الإعلام نبأ اغتيال ريغي، وقالت إنه اغتيل في مدينة كويتا غرب باكستان. وأصدرت منظمة جيش العدل البلوشية بيانا أشادت فيه ببطولات عبد الرؤوف ريغي. قالت المنظمة في بيانها أنها ستكشف عن أسماء من تورطوا باغتياله وأنها ستثأر له من الاحتلال الفارسي. ويعتبر عبد الرؤوف ريغي من أبرز القادة البلوش، وقاد العديد من العمليات المناهضة للاحتلال الفارسي. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. في الشأن الأحوازي، أعلنت دائرة الكهرباء في مدينة السوس عن قطعها للتيار الكهربائي عن بعض مدارس مدينة السوس بسبب عدم التزام إدارة المدارس بتسديد فواتير الكهرباء. وأفادت مصادر مطلعة من مدينة السوس أنه نتيجة هذا الإجراء غير الإنساني اضطر الطلاب إلى ترك المدارس مؤقتا. وتزامن هذا الإجراء مع اشتداد الحرارة في الأحواز، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية وارتفاع نسبة الرطوبة لحوالي 85%، وذلك حسب ما أفاد موقع حركة النضال العربي الأحوازي. وتعاني المدارس في الأحواز من قلة الصفوف والتقصير والإهمال الحكومي في تجديدها وتحديث بنيتها. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. وفي ذات الصدد، أعلن مسؤولون في وزارة التربية والتعليم عن نقص حاد في كادر المعلمين في مدارس الأحواز دون أن يكشفوا عن أسباب هذا النقص والمسؤول عنه. وأعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للاحتلال الفارسي قبل أيام أن المدارس الأحوازية تفتقر إلى أكثر من 7000 معلم، مما أدى إلى أن تكون هذه المدينة من أكثر المدن التي تعاني من وجود ظاهرة الأمية. وتؤكد الإحصائيات الواردة من داخل الأحواز حسب موقع حركة النضال العربي أن نسبة عدد الأميين في الأحواز تزداد يوما بعد يوم. تشير هذه الإحصائيات أنه يضاف سنويا ما يزيد عن 5000 أمي إلى نسبة الأميين شمال الأحواز. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. نفذت قوات الاحتلال الفارسي قبل يومين حملة مداهمات واعتقالات واسعة في حي الثورة غرب مدينة الأحواز العاصمة. وأكدت مصادر وموقع أحوازنا أن حملة مداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الفارسي في حي الثورة غربي مدينة الأحواز العاصمة. وأفادت تلك المصادر أن العديد من المواطنين الأحوازيين تم اعتقالهم على يد المخابرات الفارسية، ومن ضمن المعتقلين المواطن الأحوازي سامي ابن ساري الساري. تأتي هذه المداهمات والاعتقالات في سياق الهجمة التي تشنها قوات الاحتلال الفارسي عقب احتفالات عيد الفطر المبارك. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. وفي خبر ثقافي، أعلنت المؤسسة الأحوازية للثقافة والإعلام عبر موقعها الرسمي، أعلنت لأبناء الشعب الأحوازي عن استعدادها لتبني طبع ونشر وإنتاج جميع الأعمال الأدبية والفكرية والوثائقية والإنسانية التي تخص القضية والشعب الأحوازي على نفقتها الخاصة. وتهيب المؤسسة بالراغبين من أبناء الأحواز بطبع وإنتاج ونشر أعمالهم التواصل مع المؤسسة عبر بريدها الإلكتروني، وسوف تقدم الإدارة بالتواصل معهم. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم بعد هذا الفاصل. وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت لي الأرض لما سألت
يا أم هل تكرهين البشر؟ حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم. لا زال الحديث يدور حول أسباب مقتل الشهيد عبد الرؤوف ريقي قائد جيش النصر. هناك أسباب وهناك أشياء خلف الكواليس لا نعلمها، ويسرنا في هذا اللقاء أن يكون معنا الناشط الحقوقي ملا مجيد البلوشي. ملا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عبد الله. حياك الله وأهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ عبد الله. جديد الأخبار عن اغتيال الشيخ عبد الرؤوف ريكي. نعم أخوي عبد الله، حقيقة قبل كل شيء أريد أبارك وأهني الأخوة في جيش العدل بعد تنفيذهم العملية الناجحة، وأتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله المزيد من العمليات ضد المحتل الفارسي. الحمد لله أستاذ، وتمكن الأخوة في جيش النصر وفي زمن قياسي جدا بالتعرف على بكشف جاسوس إسرائيلي، جاسوس إيراني كان مندس بين الأخوة، الذي من أوصل المعلومات للفرس عن تحركات الشهيد مما مكنهم من اغتياله. يعني هذا الجاسوس يعتبر مندس مع الأخوة في جيش العدل؟ نعم أخوي، هو مندس واسمه إبراهيم مهر نهاد. اسمه ماذا؟ إبراهيم مهر نهاد. أيوة، إبراهيم مهر نهاد تم كشفه بالأمس، وأيضا هو اعترف اعترافات حقيقة خطيرة جدا، واعترف بأنه هو من قام بالتجسس، وأنه هو من قام بإبلاغ الفرس العملاء الفرس بمكان توجه الشهيد عبد الرؤوف مما أدى إلى استشهاده. وحقيقة كشفه يعني أنقذ الأمة البلوشية من فتنة كانت ستقع على رؤوس البلوش لولا بحمد الله قبل أن يتمكنون من القبض عليه. أنا أتمنى الإخوة يظهرون صور الذي اعترف باغتيال الشيخ عبد الرؤوف. تقول بأن يعني هذا اعترف مباشرة بأنه من قام باغتيال عبد الرؤوف ريكي. نعم أخي عبد الله، بعد حقيقة بعد الحادثة. طبعا هذه الصورة وهو ملتحي. طبعا وهو كان بين صفوف الإخوة في الجيش العدل. في جيش العدل وفي جيش النصر أيضا، وهو تقريبا التحق بالصفوف الأخرى من 6 شهور أو تقريبا قبل 7 أشهر. طيب في صورة يعني أخرى، يعني هل كانت أيضا لما كان في جيش العدل وجيش النصر؟ الصورة التي هو قبض عليه؟ لا، والصورة وهو يعني جالس يعني. لا، في صور إن شاء الله، بس لكن إذا حتى يعني إذا أستاذ عبد الله إذا تريدون إن شاء الله سنرسلها لكم. نعم، وفي يوجد صور له. حقيقة هناك أستاذ عبد الله بعد بعض التساؤلات، يقولون هل هو خرق أمني أو ضعف أمني؟ يعني شخص مثل هذا يصل إلى يكون مقرب للشهيد عبد الرؤوف ريقي، فقط نقول له يعني نبذ عن الجاسوس عن تاريخه. هذا الجاسوس هو شقيق يعقوب مرنهاد المناضل البلوشي المعروف الذي استشهد وعدم من قبل إيران، وهذا أيضا شخصيا كان مسجون في سجون الاحتلال 5 سنوات، يعني مما يعني كان هذا كله يشفع له بأن يكون قريب جدا من الشهيد. يعني أنت ترد على يعني القول ليش يعني هذا موجود بين صفوف الإخوة في جيش العدل أو جيش النصر، وأنت يعني بردك هذا تقول بأن له يعني أخ يعني استشهد على يد يعني يد النظام الفارسي، وأيضا الرجل سجن 5 سنوات. نعم أخوي، نعم سجن 5 سنوات، وحقيقة هو في من ضمن اعترافاته اعترفه بأن الحكومة الفارسية عرضوا عليه مبلغ 4 مليون دولار. 4 مليون دولار. نعم أخوي، 4 مليون دولار حكموا عليه، وحقيقة كانت في الخطة الخطة التي كان ينوون تنفيذها. طبعا لا أخفي عليكم أن بالفترة الأخيرة حقيقة كان هناك بعض الاختلافات الشديدة بين الأخوة في جيش النصر والأخوة في جيش العدل، وإيران أرادت أن تستغل هذه النقطة. فالخطة التي كانوا ينوون عليها أنه بعد اغتيال الشيخ عبد الرؤوف سيقومون باغتيال أحد قادة جيش العدل، واتهام جيش النصر بأنهم قتلوا القائد الانتقاما للشيخ عبد الرؤوف لكي تقع الفتنة ما بينهم، ولكن الحمد لله أن الله ستر وانكشفت الحقائق، وأيضا هناك تسجيل فيديو تسجيل له، وإن شاء الله إما اليوم أو غدا سنرسلها لكم إن شاء الله أستاذ عبد الله. تسجيل فيديو الذي تم القبض عليه وفيه الاعترافات. نعم، وفيه اعترافات كاملة، ومن ضمن الاعترافات أنه يعني تلقى 4 مليون دولار في سبيل أن يقتل عبد الرؤوف ريقي وأيضا يقيم الفتنة بين جيش العدل وجيش النصر. نعم نعم أخي، هذا من اعترافاته هو. وحقيقة أنا هناك أيضا لي تحليل شخصي، لأن هذا انكشف عن طريق الهاتف النقال، لأن بعد مقتل الشهيد يعني تم هناك اتفاق بأن القاتل من الداخل، والقاتل كان يعلم بتحركات الشهيد،
وتم تحديد بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين قبل أن يتحرك الشهيد وكان من ضمنهم هو. وعندما البحث في هواتفهم نقال حقيقة وجدوا في هاتفه صور لمنزل الشهيد وأيضا صور للسيارة التي كان يستقلها الشهيد وقت الاغتيال. يعني أستاذ عبد الله هذا على تفسيري أنا، يعني صورة المنزل أعتقد بأن الإيرانيين كانوا ينوون استهداف منزله في حال تواجده، لكن بعد حدوث الاختلافات بين الأخوة في جيش النصر والأخوة في جيش العدل، أنت لما تذكر أن هناك اختلافات، يعني اختلافات طبيعية أو يعني اختلافات في التنظيم أو اختلافات منهجية؟ الاختلاف وارد في كل مكان حقيقة، اختلاف طبيعي يعني موجود طبيعي جدا، لكن تعرف دستاذ العدو متى يدخل بينك؟ عندما يكون هناك اختلاف بينك وبين أخوك. العدو لا يستطيع أن يدخل بينك إلا ونستغل هذه الثغرة. لأن أستاذ ملا يعني لما طلعت على بعض الصحف الفارسية من ضمنها وكالة فارس الأنباء ذكرت بأن هناك اشتباكات حصلت بين جيش العدل وجيش النصر، وعلى إثر هذه الاشتباكات اغتيل عبد الرؤوف ريقي. نعم هذه كان البيانات بيانات العدو الفارسي، وحقيقة العدو الفارسي كان يعلم جيدا الاختلافات بين الأخوة في النصر والأخوة في العدل، وأرادوا أن يشعلوا الفتنة، ولكن الحمد لله تمكنوا من الأخوة في جيش النصر تمكنوا من القبض على الخائن وقد اعترفوا وكشفت الخطة. طيب هناك أمر غريب، يعني في عمليات يعني تعرض من جيش العدل ضد النظام لا يذكرها الإعلام الفارسي، لكن بمجرد أن حصلت هذه الواقعة أول من يعني عرض هذه الأخبار ونشر هذه الأخبار هي وكالة يعني الوكالات الإعلامية الفارسية، عرضت هذا الخبر مباشرة. أستاذ عبد الله كما تعرف تعلم أن إيران مصورة نفسها أمام في الإعلام أمام العالم بأنها قوة عالمية، ولكن تستحي أن تنشر أخبار المقاومة إن كانوا من جيش العدل أو غيره بأن هؤلاء يتمكنون من الدخول إلى أراضيهم واستهداف جنودهم. يعني هذه الأخبار هم يتجنبوها، لكن أما أخبار يعني يريدون إشعال الفتنة هذه الأخبار أول بأول ينشرونها. يعني حتى أنا بنفسي تابعت جميع المواقع الفارسية كانوا جميعهم يتكلمون بأن جيش العدل هم من قاموا باغتيال الشهيد عبد الرؤوف، كانوا يريدون إشعال الفتنة. يعني هذه كانت خطة مدروسة من قبلهم. الأستاذ ملا مجيد البلوشي أشكرك شكرا جزيلا. طبعا يعني ظهر لنا الصور قبل قليل، يعني أرسلتها الإخوة في الكنترول، يعني في بعض الكتابات الموجودة أخذناها من يعني حساب جيش النصر وأيضا موقع صوت البلوش وعرضناها يعني بشكل سريع، يعني فيها يعني كلمات يعني لا ينبغي أن تعرض، ولكن الإشارة يعني أخذناها يعني على عجل وتم عرضها قبل قليل. عموما الحمد لله أن الله كشف هذا العميل وهذا الجاسوس، على الرغم بأن هذا كان يعمل مع يعني الجيش وكان ضد النظام الإيراني، وفجأة أصبح يعني يعمل مع النظام الإيراني. شوفوا هذا الاختراق الذي عمله النظام الإيراني لهذه الكوكبة وهذا الجيش، وأعطوه 4 مليون دولار في سبيل ماذا؟ في سبيل يعني أن يعمل الفتنة بين جيش العدل وبين جيش النصر، حتى مهما كان أي خلاف، الخلاف يعتبر طبيعي ويعني بين المجاهدين، ولكن شوف كيف يعني يريدون أن يستغلون مثل هذه الثغرات. عموما يعني لابد أن يكون معنا صوت من جيش العدل البلوشي، لأن يعني بعض الوكالات الفارسية تناقلت بأن جيش العدل هو من قتل عبد الرؤوف ريقي. وينضم إلينا الآن أحد أعضاء المكتب الإعلامي لحركة جيش العدل البلوشي الأستاذ أبو يحيى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يحيى وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. أبو يحيى، ردكم على مزاعم الدولة الفارسية حول اتهام جيش العدل باغتيال القائد البلوشي عبد الرؤوف ريقي رحمه الله بعد اعتقال المتورطين في هذه الجريمة النكراء، والاعتراف أيضا بعمالته للمخابرات الفارسية. طيب بداية الحمد لله رب العالمين على أن كشف هذه الغمة وتم اعتقال هذا المجرم.
ثانيا نعزي مرة ثانية أسرة الشهيد عبد الرؤوف ريقي، ونسألهم الصبر على هذه المحنة والفتنة. أولا بس تصحيح بسيط، نعم. هذا الرجل لا نعلمه ولا ولم يكن على تواصل معنا أو مع أي قيادي أو فرد في جيش العدل، ولكن كان في الفترة الأخيرة يتواصل مع أحد الإخوة في الفيسبوك، وهذا من أحد أفراد جيش العدل، كان يتواصل معه وكان ينوي المقابلة معه على أرض الواقع، وكان هذا مسجون. تذكر قبل فترة عرضنا لكم فيديو عابد قهران زي الذي كان مسجون وتم هروبه من السجن، نعم بعد أن نعم هرب من السجن، نعم. عابد قهران زي، وهذا رجل كان في نفس الزنزانة، وكان على تواصل مع عابد قهران زي في الفيسبوك، وكان يقول له أنا معكم وقلبي معكم وأريد أن أشارك معكم وأكون فردا لديكم، ولكن نحن لم نعطيه ذلك الاهتمام، لم نقبل منه ولم نعطيه ذلك. حتى الرسائل موجودة، حتى الآن رسائله موجودة، وكان يتواصل أيضا مع الشهيد، فالشهيد بحسن نية كان يثق فيه وكان يقربه لديه، وكان منذ بداية إنشاء جيش النصر كان يتواصل معه، وأنا نفس شخصيا كنت أتكلم مع عبد الرؤوف ريقي وكنت أقول له انتبه لا تحضر أي أحد، ليس مهم أن يكون لديك أفراد كثيرة في زمن قياسي، المهم أن يكون لديك أمنيات، وهذا أصلا معروف في جيش العدل أننا لا نقبل أي أحد من غير تزكية، حتى لو لم يكن لدينا أفراد إلا القليل، ولكن لا نقبل أي أحد، وهذا ليس دليل على أن جيش العدل لا يمكن اختراقه، ولكن يعني حصل قبل أن الحكومة الإيرانية حاولت اختراق جيش العدل بإرسال بعض المجاهدين على شكل مجاهدين، ولكن لله الحمد حتى الآن تم كشفهم جميعا، وهناك أربع حالات فقط يعني في السابق، حالات حاولت فيها الحكومة الإيرانية اختراق جيش العدل، أما هذا الرجل لا نعلمه ولا نعرفه، والحمد لله أنه تم كشفه. إذا نعتذر منكم أبو يحيى، ونعتذر لحركة جيش العدل، حتى أنا يعني كتبت على تويتر بأنه كان يعني من أحد أعضاء حركة جيش العدل. لا لم يكن، ولكن كان يتواصل في الفيسبوك مع فرد من أفراد جيش العدل، فرد كان معه في السجن. يعني التواصل ليس يعني يدل على الانتماء. طيب لا. يعني كيف يعني كيف تم اكتشاف يعني هذا الرجل؟ يعني كيف يعني ايش الاجراءات اللي عملها جيش العدل وتم اكتشاف؟ يعني من الذي اكتشف هذا الرجل؟ جيش العدل او جيش النصر؟ من هم؟ لا هذا اكتشفه جيش النصر، شقيق عبد الرؤوف ريقي، ولكن شقيق عبد الرؤوف ريقي كان على تواصل مع احد قادات جيش العدل، ونصحناه بأن ينظر فيما حوله، من كان يثق فيهم الشهيد، من كان يزورهم، من كان يذهب إليهم، كل أحد كان قريب من عبد الرؤوف ريقي ويعرفه معرفة جديدة بعد إنشاء جيش نصر يجب محاكمته ويجب يعني استدعائه، يعني نصحناهم فقط، ولكن هم الذين اكتشفوا به. طيب يعني لما اكتشفوا هذا الرجل مباشرة اعترف بحسب تواصلك مع شقيق عبد الرؤوف؟ والله يقولون هكذا اعتراف، ويعني من غير ضرب كثير، يعني اعترف بسرعة. نعم. طيب يعني تذكر أبو يحيى لما استضفتك يعني في الحلقة الماضية، وذكر يعني بعض يعني الذين ردوا على تويتر قالوا بأن أبو يحيى ظهر معك يعني مجرد تورية، وعن فعلتهم التي فعلوها في عبد الرؤوف بعدما تناقلت وسائل الإعلام الفارسية بأن جيش العدل هم من اغتال عبد الرؤوف ريقي. معي يا أبو يحيى؟ معك، لكن صوتك كان يقطع في النهاية، لكن فهمت سؤالك. تفضل. طيب أولا هذا الذي نشر الخبر هو الإعلام الإيراني، الإعلام الفارسي، صحيح. إعلام العدو، ومن يصدق إعلام العدو يعني لا نأخذ بكلامه. جميل. وهذه الفعلة أصلا يعني هم خبرة في هذا الشيء، الحكومة الإيرانية خبرة في هذا الشيء، حتى داخل إيران، داخل المناطق البعيدة داخل إيران، إذا نشبت هناك أي صراع بين قبيلتين يأتي السفاه ليخدم قبيلة، ومرصاد يدعم قبيلة ثانية بالسلاح لكي يتقاتلوا،
وعندما يعني فشلوا في ضرب حركة جيش العدل وإنهاء هذه العمليات لم يعرفوا سبيل سوى أن يشوهوا سمعته لكي لا يزداد في شعبيته داخل بلوشستان وداخل أهل السنة، حتى وصل يعني الحمد لله يعني اسم جيش العدل موجود في 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 كردستان وفي الأحواز، فهم يستغلون من أي شيء، يعني هذا إعلام أنت تعلم. طيب، هل أنتم بصدد يعني تقديم شكوى من خلال المنظمات الحقوقية الدولية بسبب يعني هذه التهمة التي وجهوها لجيش العدل، لا سيما بأن يعني يعتبر قتل هذا الرجل داخل دولة أخرى في باكستان؟ والله لا 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 أعلم إن كان بإمكاننا فعل هذا الشيء، ولكن نحاول إن شاء الله مع الإعلاميين وكل هذا يعني المقاومة البيانية والمقاومة العسكرية، كل هذا لأجل إيصال الصوت، لأجل إبراء الذمة، ولأجل حقن دمائنا، وهذا هو الغاية. يعني الأستاذ أبو يحيى البلوشي، عضو اللجنة الإعلامية في حركة جيش العدل، أشكرك شكرا جزيلا، وكم تمنيت أن يكون معي في هذا اللقاء أحد أعضاء حركة جيش النصر للتعليق حول هذا الموضوع، وأنا يعني حاولت بأن أتواصل مع أحد من أعضاء حركة جيش النصر، ونتمنى أن يكونوا حاضرين، أو أحد يعني أعضاء حركة جيش النصر يكون حاضر معي في لقاء الخميس القادم لما نعرض إن شاء الله الفيلم الذي سيكون فيه اعتراف هذا الرجل بأنه تقاضى 5 مليون دولار في سبيل قتل عبد الرؤوف ريقي، وأيضا إقامة الفتنة والمشاكل والبلابل بين جيش العدل وجيش النصر. نحن ننتظر من يتواصل معنا من جيش النصر، ولو عن طريق الإخوة في جيش العدل أو عن طريق الناشط الحقوقي ملا مجيد أو غيره من البلوشيين الذين نثق في التواصل معهم. عموما مشهد واضح، انكشفت إيران، انكشف زيغهم بهذه الطريقة وبهذه السذاجة وبهذا الحمق وبهذه الطرق، يزرعون الجواسيس بين أظهرنا. رحمه الله عبد الرؤوف ريقي، وثق بهذا الرجل وأخذ يتنقل معه في كل مكان، وفي الأخير يعتبر هو سبب في اغتيال عبد الرؤوف ريقي، كما وجدوا بعض الرسائل في على هاتفه، أيضا حدد موقع بيت عبد الرؤوف ريقي، اعترف، يكفي أنه اعترف، لا يحتاج أن نبرر. والنظام الإيراني يفعل هذا وأكثر، وينبغي أن يكون هناك احتراز وانتباه داخل المنظمات الأحوازية وداخل الحركات الأحوازية. يعني أتكلم بما أني برنامج الأحواز، هذا الأمر مهم جدا أن يكون هناك احتراز من هؤلاء الجواسيس الذين يشترون بالمال. تصور 5 مليون دولار أو 4 مليون دولار يتم إغراء هذا الرجل من أجل فعل هذه الأفاعيل. ما الذي حصل؟ لا حصل على 4 مليون دولار، ولا حصل على أنه عزيز وشريف ويكون يقاوم مثل هذا النظام. لابد أن نتأكد من مثل هؤلاء الجواسيس، نسأل الله أن يكفينا إياهم بما شاء. هؤلاء خطر، ومثل هؤلاء الجواسيس موجودون في السعودية وفي الكويت وفي البحرين وفي قطر وفي عمان وفي دول كثيرة، ماليزيا واندونيسيا وغيرها، موجودون. لابد أن نحترز منهم، لابد أن نكون يد واحدة لفضح مثل هؤلاء والانتباه من مثل هؤلاء. نغلق هذا الملف مشاهدي الكرام، ولنا إن شاء الله يعني حديث آخر يوم الخميس القادم، ونعرض لكم إن شاء الله الفيلم الخاص بهذه الاعترافات. نفتح الآن ملف آخر، وهو يعني ملف يغيظ الكثير من أهالي الأحواز، وهو تعامل المحامين
مع الأهالي سواء كان أهل المعتقلين أو الذين اغتصبت أراضيهم أو مزارعهم أو يعني مناطق من مناطقهم أو حتى المياه، أشياء كثيرة اغتصبت، ويظهر بأن المحامين هم ضد الأهالي ولكن بطرق ملتوية. نكشف ما الذي يدور في أرض الأحواز من المحامين مع الأهالي، ويسرنا أن يكون معي في هذا اللقاء الأستاذ محمد عامر الأحوازي، وهو شاعر أحوازي معروف. حياك الله أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بك. أهلا أبو أصيل، حياك الله أستاذ محمد. يعني لما يعني تواصلت معك عبر الفيسبوك وذكرت لي يعني عبارة مثيرة جدا، تقول بأنهم يعني يعتبرون يعني مصاصو الدماء في الأحواز، ليش أن ذكرت هذا الأمر؟ طبعا بالبداية أخ بوصيل أحييك وحيي قناتكم الموقرة، كما أعزي أخوتنا المقاومة البلوشية باستشهاد الأخ عبد الرؤوف ريقي، يتقبل الله يتغمده الله فسيح جناته. أما بخصوص المحامين في الأحواز، في الأحواز ما عندنا محامين، إحنا المحامين اللي موجودين المحامين الوطنيين تعدادهم لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، وما تبقى بكل جرأة أقدر أقول مصاصو دماء حقيقيين، منهم القاضي اللي ترك مهنته والطبيب اللي ترك مهنته والمحاسب والمهندس والمعلم، وإجوا يزاولون مهنة المحاماة. ليش؟ لأنه مهنة المحاماة تدر عليهم فلوس ومبالغ طائلة. شوف المواطن لما يراجع المحامي للمكتب، طبعا أول يراجع عن طريق واسطة وعرف، ومن ثم يحمل المبلغ اللي يتفق عليه وياخذ المبلغ مقدما دون أن تكون ضمانات هناك. بالبداية هو يقول لك، قد يكون يقول لك 90% ملفك راح يكون بصالحك، لكن بسير المحاكمة راح تفهم بأنه كل اللي قال المحامي وكل الوعود اللي قطعها ما فيها شيء من الحقيقة. وأكو موضوع مهم جدا أبو أصيل، وهو لما يراجع المواطن للمكتب المحامي، المحامي وقع على ورقة العقد اللي بينه وبين الموكل ماله ورقة بيضة. ليش توقع على ورقة بيضة؟ يخاف المحامي أحيانا سير المحاكمات إذا حدث خطأ يملي هاي الورقة على هذا المواطن يعطيها. ومن ثم أسأل الشعب الأحوازي كافة، أنا من اللي راجع لمحامي ورجع وقال هاي ورقة براءة أخذتها وأنا انتصرت بقضية على يد فلان محامي؟ إحنا عندنا محامين كم واحد وطنيين، الشعب يعرفهم والشارع يعرفهم، هم هم يعرفون اللي أنا الآن جاي أتكلم وأوجه خطابي لهم، كما أوجه خطابي لأخوتنا الأحوازيين، لا توقعون ورقة بيضة لأي محامي كان، يذهبون ظنا منه بأنه ملاك الرحمة ويتلاطف معه وكذا ويأخذ المبلغ مقدما، خصوصا بالمبالغ الملفات اللي تخص القضايا المالية. يعني الملف المالي المحامي يطلب من عندك 20% مبلغ الطلب مالك، ايش قد ياخذ 20% مقدما وبدون ما انت مستلم شيء. يعني طبيعي استاذ محمد، يعني في حتى في مناطق يعني في دول اخرى ياخذون 20% 25% حسب اتفاق. نعم، لا دول اخرى مو كحالتنا، شعب هم يعتاشون على مأساة ومعاناة شعب مضطهد ومدموغ على راسه، من كل أرضه مسلوبة، هواء مسلوب، مياه مسلوبة، ما عنده شيء. هذا أنتم تعتاشون على دماء المساكين؟ طيب إحنا حالتنا تختلف عن أي جميع الأمم والشعوب الأخرى. لا إحنا لكن شعب. إذا أخذ حقه واسترجع حقه يأخذ هذه النسبة. يا أخي ما في مشكلة إذا أخذ حقه، لكن هو يدفع مقدما بعد أي شيء، أي ساكن محرك مقدما يريد منك هو. إذا كان نعم تروح بواسطة وعندك عرف قد يكون يتعاطف معك يترك قسم من المبلغ، هسه قسم وين كان؟ طيب الآن يعني المحامي يعني لا يعتبر يعتبر ذراع للنظام الإيراني، ذراع للقاضي الإيراني. البعض يوهمك بأنه عن طريق عرف وشخص فلان عنده علاقة ويا القاضي وفلان. طيب إيش كم محامي عنده علاقة ويا القاضي؟ ما هو معقول كلهم يكون عندهم علاقة ويا القاضي علشان يحلمهم. من ثم ولو افترض لو كان هناك علاقة حتى،
وحوف ترى ما جدلا بانه عنده علاقه منهم من الاحوازيين. خلي كاتبني قل لي انا يا فلان او كاتب ابو اصيل بهذا، انا تراجعت فلان محامي واخذت براءه لابني او فلان قضيه او فلان ملف. ما سمعنا واحد قوم له محامي وطلقه صراحه صاحب الدعوه او ابو ارض خذ ارضه الا اللهم هذا حالات استثناءات. يعني هذا التصرف العدواني والاراضي اللي حقها مبين مثل الشمس، مع ذلك تطول الملف سنتين او ثلاث، يلا قد يكون اما يوصل حقه اما ما يوصل. فالقضيه المحامين اللي يتعاملون بها الان مع اخوتهم وابناء شعبهم حقيقه وضع ماساوي، لا ينبغي لهم ان يفعلوا هكذا. يا طيب شعب المواطن مين جايب هاي الفلوس وانت قاعد تحمل عليها؟ طيب اين يلجا اين يلجا يعني الفرد الاحوازي؟ ليس له بعد الله عز وجل الا محامين، يا اما يكون هناك محامين يعني امينين وينصروا قضيتهم. عندنا محامين امينين نعم موجودين ومخلصين ويعملون بجد وجد وشرف وايمان واخلاص. احنا انا ما اقول ان هم يساندون، لكن الجشع يا ابا اصيل جشع. المحامي عاف وظيفته، ترك وظيفته، وجد ظل يزاول منة المحاماه بعد سنه او سنتين شوفها من الصحافه. كلهم المحامين بالعام من اصحاب رؤوس الاموال. مين هاي الرؤوس الأموال اللي جابوهم؟ مو من دماء هاي الفقراء والمساكين يعتاشون على مشاكل هذا الشعب بدلا من أن يساعدونهم ويهدونهم ويدلونهم الطريق؟ أنت لمجرد استشارة طب للمحامي بهذا الوضع المأساوي اللي يعيش به المواطن الأحوازي، مجرد استشارة عليه أن يدفع مبلغ علشان يشوف المحامي ويستشيره. طيب معقولة أبو عامر أن يعني يكون هناك محامي أمين صادق قوي يعني يواجه النظام الفارسي بسبب أهالي، يعني بسبب معتقل أو بسبب ناشط يعني تم الحكم عليه بالإعدام؟ لا، عندنا موجودين الآن دول الأخوة يعملون بكد وجد وشرف ونزاهة. على فكرة يعني ما مو بالضرورة كل الملفات عندنا بمجتمعنا إعدام، هنالك سلب الأراضي، هنالك تصرف الأراضي، هنالك قضايا مالية، هنالك قضايا خطوط الأنابيب أو المياه اللي شقن الأراضي أو النخيل اللي هدموه اللي قلعوه من مكانه بدلا من كون الأنبوب هذا يفوت منه لازم هذا النخيل كله نقلعه. أوجه للأخوة الأحوازين جميعا أن النخلة ديتها دية فرد بالقانون الإيراني. من أخذ اللي قلعوه له 20 أو 30 أو 50 أو 200 نخلة راح تقاضى هذا المبلغ؟ من اللي أنا يا أخي قوم لي محامي عندي أرض فايتة من عندها أعمدة الكهرباء من فايتة علم حمراء رايحة للعراق، رايحة ثلاث سنوات لحد الآن الملف وين ما ناخذ يصطدم بالحياة. ليش؟ لأنه قدرة، هذا قدرة ما بين عليه. لا النظام يعطيك مجال ولا القانون، حتى القانون يساندهم. من المحامي اللي يتغاضى فلوسي شنو سوالي؟ أو غيره وغيره وغيره من الملفات الشائكة والعالقة عند الأحوازين. يا أخوان أنا أترجى الأحوازين هنالك محامين نزيهين يعملون بكد وجد وإيمان، راجعوا هذولا، لا تراجعون أي محامي. أنا لما قلت مصاصي دماء لا أقصدهم جميعا، وإنما هنالك ثلة حقيقة قاعد يتعاملون ويا الشعب الأحوازي معتاشين على دماء الأحوازين ومشاكلهم. محمد عامر الأحوازي أشكرك على هذه المداخلة. طبعا أستعرض لكم بعضا من الأخبار التي لم نذكرها ريثما يجهز المداخلة، تجهز المداخلة مع أحد الناشطين الحقوقيين الأحوازيين للحديث عن تجارب مع هؤلاء المحامين. جزيرة هندرابي الأحوازية تتعرض لمداهمة فارسية، داهمت قوات الأمن والحرس الثوري بيوت بعض الأحوازيين في جزيرة هندرابي الأحوازية وعاثت فيها الفوضى والدمار وأثارت الهلع والخوف بين سكان الجزيرة واستولت على الكثير من الممتلكات والأراضي. وقال شهود عيان من الجزيرة إن الاحتلال الفارسي هاجم أهالي الجزيرة بطريقة وحشية ودمروا البيوت والممتلكات ولم يعرفوا سبب هذه التصرفات من جزيرة قيس الأحوازية، وتبعد عنها 28 كيلو متر وتقطن هذه الجزيرة قبائل عربية لها امتدادات في الدول الخليجية المجاورة. أيضا من الأخبار أن منظمة الأحوازية أدانت منظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان أدانت الممارسات غير الإنسانية تجاه الشعب العربي الأحوازي في جزيرة هندرابي، وأدانت المنظمة كل الممارسات والإجراءات غير القانونية في جزيرة هندرابي والمناطق الأحوازية الأخرى، وتحمل المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان الدولة الفارسية مسؤولية ما يحدث للأحوازيين في هذه الجزيرة. وقالت المنظمة في بيانها الذي نشر على موقعها الرسمي إننا نناشد الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية والإقليمية بضرورة وضع حد للسياسات الفارسية ضد الشعب العربي الأحوازي. أيضا دعا عدد من النشطاء والمثقفين الأحوازيين عبر برنامج التواصل الاجتماعي، دعوا الشعب العربي الأحوازي إلى المشاركة وبكثافة في احتجاج يوم الاثنين الذي هو يعتبر غدا ضد سياسة تجفيف نهر كارون. واعتبر موقع حركة النضال الأحوازي أن هذه الدعوة ردا شعبيا على الاحتلال الفارسي وإعلامه الذي يروج لسياسة تجفيف الأنهر الأحوازية. وتأتي هذه الدعوة استمرار الاحتجاجات السابقة للمطالبة بوقف مشروع نقل مياه كارون إلى عمق الدولة الفارسية. أيضا هناك أخبار بأن الاحتلال خصص 100 مليار تومان لمحاربة المقاومة البلوشية، وظهرت يعني واقع طبعا خصت ميزانية مالية ضخمة تقدر ب 100 مليار تومان لدعم المخافر ونقاط التفتيش وحرس الحدود في بلوشستان المحتلة في محاولة منها للسيطرة على المقاومة البلوشية المتنامية هناك. وقال القائد العام لقوات الشرطة الفارسية أحمدي مقدم إن قوات الشرطة اتخذت خطوات جديدة منذ السنة الماضية في المناطق الحدودية في بلوشستان، وأضاف إن لدينا قوات أصبحت مؤهلة لمواجهة المجاميع الإرهابية في هذه المنطقة. ويرى مراقبون أن تصريحات القائد العام لقوات الشرطة على بيان المقاومة البلوشية الذي أمهلت الدولة الفارسية مدة محددة للخروج من بلوشستان. أيضا الاحتلال يعقد مؤتمر لمناقشة دور البسيج الثقافي في الأحواز، عقدوا مؤتمر أمني ضم الكثير من القيادات الأمنية الفارسية في مدينة القنيطرة الواقعة شمال الأحواز، وعلى رأسها قيادات من حرس الثوري وقوات التعبئة ورجال من الحوزة والمخابرات وجهات أمنية أخرى. وخصص المؤتمر لمناقشة أهمية الدور الثقافي والاجتماعي والفكري لقوات البسيج في الأحواز وسبل تطوير ذلك. هذا كان يعني ما لدينا من بعض الأخبار التي لم نذكرها. ويسرنا أن يكون معنا الآن الناشط الحقوقي عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز سعيد حميدان. حياكم الله سعيد وأهلا وسهلا بك. الله يحييك وأهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذا البرنامج وعلى هذه الفرصة اللي أعطيتني إياها. بارك الله فيك سعيد. يعني لابد بأن لك يعني تجارب أو تعرف تجارب مريرة مع المحامين الأحوازيين أو غير الأحوازيين مع الذين يعني تبنوا المحاماة مع الأهالي هناك. طبعا أنا أبدأ من التجربة اللي كانت عندي بالنسبة للمحامين وأيضا للرفاقي الأسرى اللي كانوا معي وبعض من اللي استشهدوا. فالحقيقة أنه عندما شخص يحتغل بالأحواز عندما أهله أو ذويه يذهبون إلى المحامي، فالمحامي عندما يشوف اللي هذه القضية قضية سياسية فيصعد السعر يعني صورة ضعفين على حتى يأخذ هذه المحاماة، لأنه المسألة راح يواجه الاستخبارات الدولة الإيرانية. طبعا أنا ما أتكلم عن كل المحامين، أتكلم على فئة خاصة وعلى جهة فئة اللي أنا واجهتها مع الأسف اللي وشفت يعني شلون يكون المحامين يعني. فأهالي هذا الشخص فيضطرون أحيانا يضطرون إلى بيع كل ما لديهم لتوفير المال والمادة للمحامي. وطبعا كل احنا عارفين انه الدستور الايراني او دستور الاحتلال الايراني فقط مجرد حبر على ورق، يعني فقط موجود عندما المحامي يأشر عليه او يستدل على هذا الدستور اللي الدولة الإيرانية مبنية عليه، ف ما يأخذون بعين الاعتبار أدلة المحامي. فهذه نقطة. نقطة ثانية، هنالك لدينا قضيتين يعني عفوا لدينا محكمتين. المحكمة الأولى هي محكمة القضايا المدنية، والمحكمة الثانية هي محكمة ما تسمى بالمحكمة الثورة.
فكل النشطاء السياسيين او الوطنيين او الثقافيين كلهم هذول يعني مباشر ياخذونهم الى محكمه الثوره، ومحكمه الثوره يعني امور ثوريه هناك تصير، يعني القاضي يتعين من قبل الاستخبارات الايرانيه، والمحامي ما عنده مع الاسف ما عنده ذيك الطريقه اللي يقدر ياثر. فانا عده مرات يعني عندما احتغلت واخذوا اموال من عندي، فاحد المحامين كم اخذوا يعني يا سعيد؟ نعم كم اخذوا؟ احد المحامين قال لعائلتي، قال لهم اذا انا راح اطلع ممتلكات سعيد فراح اخذ من عندكم 400 مليون، بحالة اللي يعني كل ممتلكاتي عند الدولة الفارسية، عند الاحتلال الفارسي. فاضطروا يعني عائلتي اضطروا يعطون 400 مليون يعني بسنة 2006 2005 اضطروا يعطون 400 مليون، ومن ثم اخذوا يعني هو المحامي بمجرد اللي ياخذ المحاماة يعني ياخذ نصف المبلغ، يعني ياخذ نصف المبلغ والمبلغ الثاني يعود عندما يطلع يطلع يعني يربح بالقضيه. فهنا يعني في حال ان كسب القضيه ياخذ الـ 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 المبلغ كامل، في حال ان ما كسب القضيه ياخذ النصف. نعم، ولكن هذا المحامي شرط ويانا انه أنا لدي اتصالات ويا الاستخبارات ويا القاضي، وفي إمكاني اللي آخذ أربح هاي القضية، فأريد يعني منكم إنه دفعون 400 مليون، بالتالي هذا الشيء اللي صار. فيعني أصبحت القضايا الوطنية وقضايا الأسرى فأصبحت باب مع الأسف باب ارتزاق بعض من المحامين، يعني احنا ما نقول كل المحامين، لا، هنالك مثل ما الاخ محمد عامر اشر، هنالك ناس شرفاء موجوده والحقيقه يعني ابذلوا كل جهودهم، ولكن احنا بالنسبه لقضيتنا يعني والقضايا اللي تصير سياسيا بالطهران، يعني احنا نشوف السجين السياسي في طهران يعني بالعشرات من المحامين يتطوعون إليه، ولكن إذا نريد نقارن بالأحواز فنشوف يعني مع الأسف هذا الشيء ما موجود. فكل واحد يتكلم باب أو يتكلم من جانب الوطنية ومن على أمور قومية حتى يكسب رضات عوائل الأسرى وعوائل السجناء السياسيين. أنا الحقيقة شفت يعني انه بعض عوائل الشهداء يعني حتى باعوا بيتهم، يعني باعوا كل ما يملكونه من اجل توفير هذه الماده للمحامي، وبالتالي ابنهم انعدم، تم شنغوا اعدامه، فبالتالي يعني ما حصلوا لا على بيتهم ولا على ابنهم ولا على كسب القضيه. فمع الاسف هنالك يعني ما نشوف تعاطف يعني صورة وسيع من قبل المحامين. أيضا لدينا فئة أخرى من المحامين اللي دخلوا بقضايا أمور سياسية، هم بالذات أساسا كانوا يعني ضمن البسيج الإيراني. فهؤلاء لما ما أخذوا المحاماة، لما ما أصبحوا محامين، فأيضا ولائهم يكون للدولة الفارسية مع كل الأسف. جميل. طيب أنا يعني جعلتك تذكر هذه التجارب ولم أقاطعك حتى يعني يستوعب المشاهد الأحواز، خصوصا على يعني ما يفعل المحامين مع الأهالي. طيب أنت كناشط حقوقي، هل يعني هناك متخصص أحوازي يضع النقاط على الحروف؟ لابد أن تتعاملون في الأحواز بالطريقة 1 2 3 4 5، يعني ذكر الآن الشكاوى، ذكر المأساة، لكن لابد أن يعني نخبرهم كيف يتعاملون. هذه صراحة مأساة، يبيع الإنسان ما يملك وفي الأخير لا يحصل على ما يريد، وفي الأخير يعني يظهر صفر اليدين، لا هذا ولا هذا. نعم. فنحن يعني نريد يعني شيء عمل
مرتب، كيف تعامل أحوازي مع المحامي؟ إيش الطرق؟ يعني هل يتركون التعامل مع المحامين يعني بأكملهم؟ هل يكون هناك في ضوابط يعني يتعامل فيها مع المحامي إذا كان بالفعل المحامي يأخذ 20% مقدم، سواء كانت يعني سواء كسب القضية أو لم يكسبها، هذا يعتبر ظلم وجور، يأخذ نصف نعم المبلغ يعني تفضل. صحيح. يعني أنا أذكر لك الجانب من القضية من خلال تجربتي بالأمور الحقوقية. يعني هنالك كثير من المحامين الأحوازيين أو العرب الأحوازيين، أنا أتكلم عن الجانب الحقوقي، يعني ما يريد يضحي بنفسه. طبعا لا شك اللي يواجه تهديدات ويواجه يعني ضغوطات من قبل الاستخبارات الإيرانية، والاستخبارات الإيرانية عندما تواجه محامي الطهران يختلف نفس هذه المواجهة وهي محامي بالأحواز. يعني أنه بالأحواز بكل ضغط بكل تهديد بكل إجرام يواجهون محامين الأحوازيين. هذه نقطة. نقطة ثانية، الأهالي الأحوازيين يعني هذه الفكرة موجودة عندهم، يقولون ربما هذا المحامي يأثر على القاضي أو يقدر نوعا ما يكسب القضية، فبالتالي لازم أعمل كل جهدي حتى لا أخسر ابني أو لا أخسر القضية. هذه النقطة اللي الجانب العوائل اللي لكن نحن نريد يا أستاذ سعيد يعني مستقبلا أي متخصص يضع لنا النقاط الحروف في كيفية التعامل مع هؤلاء المحامين، لأن هذا أمر يهم الكثير من الأحوازيين، وأنا وصلني رسائل كثيرة جدا يشتكون من حال مزري مع هؤلاء المحامين الذين أخذوا أموالهم. فنتمنى يعني وقت الحلقة انتهى في المستقبل أن تعيننا وتساعدنا على يعني استضافة متخصص من الأحوازيين، يعني لو في 5 دقائق يعني يضع نقاط معينة ونظهرها على الشاشة، خطوات يتعامل فيها الأحوازي مع المحامي. نعم، يعني بالنسبة لهذه النقاط اللي حضرتك أشرت عليهن، أنه يعني عدة عوامل تأثر عليهن. نحن العامل الأول هو نريد إعدادها أستاذ سعيد الوقت الحلقة يعني انتهى، نريد يعني تعملهم تنسيق على يعني مداخلة قادمة، يعني مداخلة مرتبة ومختصرة تفيد الأحواز لكي يتعامل مع الناشط أو المحامي في الأحواز. أنا أشكرك أستاذ سعيد على أن أتحتنا الفرصة على الرغم بأنك على طريق سفر، وأدعو الله أن يوفق أهالينا في الأحواز وأن يرشدهم إلى ما فيه الخير. وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، بإذن الله يكون لنا لقاء في مساء الثلاثاء القادم، وسيكون معي أحد الناشطين الأحوازيين الذي تعرض للاعتقال وللسجن وللضرب وللتعذيب ليروي لنا ما حصل له في سجون الاحتلال الفارسي. استودعكم الله. الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر.
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 38 عاما من العطاء، كنا وما زلنا الرواد في صناعات إنشائية أهمها إنتاج المواسير والأنابيب البلاستيكية وصناعات غذائية من العصائر والمشروبات، واستمر عطاؤنا لمجتمعنا والاقتصاد بلادنا من خلال اعتمادنا على الكوادر الوطنية والخامات المحلية، وانطلاقا من السعي الدؤوب والمستمر وحرصا على التميز الدائم نلنا بفضل الله العديد من شهادات الجودة العالمية. شركة راشد بن رافع وشركائه، عنوان التميز والجودة. يهم قناة وصال الفضائية وشبكة الدفاع عن السنة أن تفيد بأنهما توزعان كتاب مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله الخالدي في الرد على الشيعة الإمامية، 9 أجزاء في 5 مجلدات بسعر 300 ريال سعودي، على أن يعود ريع الكتاب لخدمة مشاريعهما الدعوية. للتواصل معنا 00966550093772. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببيضان، وقف الإحسان الخيري، صدقة جارية لك ولوالديك ولمن تحب. تصدق اليوم حسناتك تدوم.